تعالى اوريكم ازاي بخلي شعري مترطب ومتحدد ويقعد معايا لحد 3 ايام. اول واهم خطوه بالنسبه لي هنا ان ارطب شعري كويس جدا، فبستخدم كيرل واندر ديب كونديشنر من جوفياليتي، وبجد هو ترطيبه تحفه لانه فيه زيت الالوفيرا والافوكادو وكمان بروتين القمح، ودول بجد بيرطبوا شعري قوي، وبحطه دايما على شعر نضيف يكون مغسول بالشامبو، وبحب ان انا اعمل تويستنج كده للخصر بتاعه شعري عشان الحمام الكريم يوصلها كويس جدا، وبحب ان انا كده اسيبه على شعري مده 30 دقيقه وبعد كده بروح اشطفه بميه فتره. بعد ما برطب شعري واسلكه بتيجي خطوه الستايلنج. ببتدي بالكيرل واندر ليف ان كونديشنر، وبصوا القوام بتاعه بجد خفيف ازاي على الشعر. بحب ان انا اقسم شعري لاجزاء صغيره وقت الستايلنج وابلاي عليها الكريم علشان شكله يكون مظبوط وحلو، وبعد لما بوزع الكريم على الخصل بعمل بقى ستايلنج بالطريقه اللي انا بحبها سواء بالفرشه او حتى سكرانشينج. بصوا شكل الخصل بيكون حلو ازاي اول بس ما بحط عليها الكريم. برضو الليف ان كريم ده من اهم مكوناته زيت الافوكادو والالوفيرا، ودول بيخلوا شعري مترطب ومتحدد لكذا يوم من غير هاشي. بعد ما بعمل ستايلنج لكل خصله بالفرشه بحب ان انا بصوابع ايدي كده افكفكهم وابعدهم عن بعض عشان خاطر يكون شكل الشعر كتير وفيه فوليوم، وبسكرانش حاجه بسيطه وبيكون ده شكل. بعد كده بستخدم الستايلنج كريم جل من كيرل واندر لانه فيه بذور كتان، ودي بتخلي شعري مترطب ومحافظ على شكله ومفهوش هيشان على الاقل لمده 3 ايام. بحب اوزعه على شعري كله بالطريقه دي، بعد كده ممكن اعمل سكرانشنج حاجه بسيطه. بصوا الفرق بين الجزء اللي عملت له ستايلنج بالبرودكتس والجزء التاني، وهنا اكون عملت ستايلنج لشعري كله بالتو برودكتس من كيرل واندر، الليف ان كونديشنر والستايلنج كريم جل. تعالى اوريكم النتيجه بعد ما شعري نشف. ده كده يكون شكل شعري، وبجد بيفضل قاعد مترطب ومتحدد معايا لحد 3 ايام. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس لو النتيجه عجبتكم، وقولوا لي ايه اكتر برودكت بتحبوه من كيرل واندر.